كما تشوفوا اللهم بارك. اليوم امطار غزيره في كل مكان، قررنا باش نخرجوا في هذا الشتاء باش نشاركوا معكم اجواء ممطره. السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد. حاليا كتواجدوا في شفشاوي، ولكن الفيديو غادي يكون نزول امطار غزيره. سبحان الله، بعد يومين في الشفشاون ولات الشتاء كتنزل، وقررت باش نشارك معكم هذه الامطار غزيره خاص في هذه المدينه رائعه جدا. وهذه المدينه جميله كما كتشوفوا، المراه ديال الشفشاون والتقاليد ديالهم. اللي عليكم هو تبعوا هذا الفيديو من البدايه حتى النهايه، اشتركوا في القناه ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم. انتم اخوتي كما كتشوفوا اجواء ممطره تماما، نزول امطار غزيره اليوم الاربعاء. اللهم بارك، استمروا معنا تكتشفوا المزيد ان شاء الله. كما كتشوفوا اللهم بارك، اليوم امطار غزيره في كل مكان، قررنا باش نخرجوا في هذا الشتاء باش نشاركوا معكم اجواء ممطره. حاليا بزاف غادي ليكم الواد هو سفيرة. تبارك الله. اذا اش غادي نقول لكم، عادي جدا نخرجوا في وقت الشتاء. اذا بعد الناس يقولوا لي ترى البرد، اييه كاين البرد وكاين الشتاء، ولكن المهم والهدف هو نكتشفوا لكم الاجواء ممطره. وشحال هذه كيتسناها بزاف. ايوا كما كتشوفوا معنا اخوتي، الزناقي ديال شفشاون، امطار غزيره اللهم بارك. في نفس الوقت هذه الامطار غزيره رائعه جدا، حطت واحد الحاجه زوينه خاص في شفشاون هي النقاء. نزلت هذه الامطار غزيره ونقات كامل هذا الشيء، وحطت واحد الريحه جديده. باش نكونوا واضحين، شوف سمعوا القوات، اللهم بارك. هذا هو المهم باش نكتشفوا لكم الاجواء. بزاف غادي للوادي الى هذا غاسيف انت تراكا اكيد دروم ظريف فقط زيد بوركي زيد البوبوش ما انا وتريت اسيف. ايوا كما كتشوفوا اللهم بارك، اجواء ممطره. هاي 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 مليحه. ايوا غادي ليكم باش نصور لكم الواد، وفي نفس الوقت نكتشفوا لكم هاد الاجواء ديال الامطار غزيره اليوم الخميس. كاين الريح باش نكون واضحين، والقضية زوينة. هذا هو الواقع. كما كتشوفوا بعد المكان فيه أمطار غزيرة، هاد الأمطار غزيرة بدات كتنزل. ما عارفين تطلع كتكون صعب، كتكون صعب جدا هاد الطلعة. كيعيا بزاف بزاف من عندكم بزاف، فاش كيعيا هو بحال شي طلعة ولا شي تيتيتا. بزاف دابا لقى تيتيتا تلقى كيعيا دغيا كيفشل. ياك لاباس لاباس بشوية في الخاطر. لا تلقى بزاف حتى راه كيدير جهدو كامل. لاباس هانتوما خوتي كيما كتشوفو، امطار غزيره خاص في الشاون اللهم بارك. ما بقى لينا والو، نوصلوا الواد. كما كتشوفوا اجواء رائعه، اجواء ممطره. كاين شي واد هنا،
كاين كيجيب الفيضان وداك الشيء كاين موجود زيد نيشان ياك نيشان آه. تمام كما سمعتوا الناس ديال شفشاون ايوا كما كتشوفوا مشيشات هاي هاي اش كدير اش كدير اش غادي نقول لكم ما تخيلوش اجواء رائعه اجواء ممتعه وهاد الامطار غزيره حطات واحد حاجه زوينه الريح نقي وحطات واحد واحد الابتسامه بحال اذا بحال الا شفشون دارت الماكياج ياك يا خويا وصلنا ياك انا راه ما فاهم والو بدا كيدوي هو كنقول ليها واخا بدا كيربو حشا ليا الهضره ما عرفتش شنو كاين مازيش شوف نتينا شنو هو نتينا يقول لك نتينا ايوا اشوا ممتعه اللهم بارك شوفوا شوفوا اشتا صفر عاديه اللي دازت اليوم انا ايوا كما كتشوفوا واحد الحاجه السلام صافا كتعرف بزاف كتعرفوا شوف وعلاش لا ندوزو حتى هي ندوزو اش فيه عادي لان كنعتذر لكم انا هذه هي قاعدتي راكم عارفينها شحال هادي كنبارطاجي معكم كليبات المشيش المشاش وكلب الثاني ها هو ايوا واش غادي نقول لكم ها انتم اخوتي بعد الامطار غزيره سبحان الله البارح كان الماء قليل في هذه البلاصه شوفوا تبارك الله دابا كي ولا وشوفوا الواد ها شوفوا الواد حتى هو شوف الواد تزاد تزاد ديال بصح اللهم بارك هذا واد ديال شفشاون واد ديال راس الماء شوف تبارك الله شوف شوف اللهم بارك شوف واو 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 واو, واو. تبارك الله تبارك الله تبارك الله شوفوا سمعتوا الصوت ديال الواد ها انتم اخوتي بعد الامطار غزيره سبحان الله البارح كان الماء قليل في هذه البلاصه شوفوا تبارك الله دابا كي ولا وشوفوا الواد ها شوفوا الواد حتى هو شوف الواد تزاد تزاد ديال بصح اللهم بارك هذا واد ديال شفشاون واد ديال راس الماء شوفوا تبارك الله شوفوا